تربية الله سبحانه وتعالى للخلق تربية للظاهر وتربية للباطن. تربية للظاهر بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالرزق، وتربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتربى في أرواحنا، حتى تكون تربية للداخل. فيا عجبا ممن لا يعبد الله سبحانه وتعالى ويعبد الأحجار والأشجار والأصنام والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة عليهم السلام.